عندنا أمر تاني اسمه رامي. الأمر ده بيديني عدد من الأرقام العشوائية اللي بتتراوح ما بين الصفر والواحد، والأمر رامي موجود داخل الدالة اللي اسمها راندم، اللي بدورها موجودة داخل المكتبة اللي اسمها numpy. وبالتالي قلت له from numpy import الكل، وقمت قايل له أنا هعرف متغير جديد اسمه إيه جواه القيمة اللي هترجع لي من الدالة دي، حيث الدالة هي راند اللي داخل الدالة اللي اسمها راندوم، وقمت قايل له راند اوف 15. هنا الناتج هيكون عبارة عن مصفوفة في بعد واحد صف في كذا عمود، هيبقى عبارة عن مصفوفة في بعد واحد اللي هو ايه؟ صف في كذا عمود، هيبقى عبارة عن فيكتور يعني، بس رو فيكتور. طيب وبالتالي لما اقول له رن هيديني زي ما قلت لك عدد من الارقام العشوائيه اللي بتتراوح ما بين الزيرو والايه؟ الزيرو والواحد زي ما قلت لك، وهي عباره عن مصفوفه هي زي ما احنا شايفين 5 في 3، عشان انا قايل له انا عايز 15 عنصر عشوائي ما بين الزيرو والواحد. خد بالك ان انا ممكن اخلي الامر راند ده عباره عن بعدين، وبالتالي الناتج منه هيكون عبارة عن مصفوفة في بعدين كذا صف في كذا عمود. وبالتالي لما أقول له كده حاجة بالشكل ده راندم دوت ران أوف 5 و3، هنا كأني بقول له إيه بالظبط؟ بقول له رجع لي مصفوفة من بعدين وأبعتها 5 صفوف في 3 أعمدة، وطبعا عناصرها عبارة عن مجموعة من الأرقام العشوائية اللي بتتراوح ما بين الصفر والإيه؟ اللي بتتراوح ما بين الصفر والواحد. وبالتالي لما اقول له رن هديني مصفوفه من بعدين ابعتها 5 و3، 5 صفوف في 3 اعمده زي ما انا قايل له كده بالظبط، وعناصرها هي عباره عن مجموعه من الارقام العشوائيه اللي ما بين الصفر والواحد. ده انا كمان ممكن اخليه يرجع لي مصفوفه من 3 ابعاد. ازاي؟ اقول له راندوم دوت راند اوف 5 و3 و2. اول لما اشوف الخمسه والثلاثه والاثنين هيقوم عامل ايه؟ هيرجع لي مصفوفة من أرقام عشوائية. كويس، هذه المصفوفة عبارة عن 5 طبقات، 5 طبقات كل طبقة عبارة عن 3 صفوف في عمودين. يبقى الرقم الأولاني هو الرقم اللي خاص بالطبقات، والرقم الثاني رقم الصفوف في كل طبقة، والرقم الثالث هو رقم الأعمدة في كل طبقة. يبقى هنا بالظبط كأني بقول له بعد إذنك رجع لي مصفوفة من أرقام عشوائية، هذه المصفوفة عبارة عن 5 طبقات كل طبقة أبعادها 3 صفوف في عمودين. وبالتالي لما أقول له رن الجزء ده من الكود هيقوم مديني بص 5 طبقات، كل طبقة زي ما احنا شايفين كده عبارة عن إيه؟ عبارة عن 3 صفوف في عمودين زي ما أنا قايل له بالظبط في الكود بتاعي. عندنا أمر اسمه تشويس، عندنا أمر اسمه تشويس. الأمر ده بيختار عنصر عشوائي من مجموعة عناصر أنا بديها له، سواء كانت العناصر دي أرقام أو سترينج. تعالوا نشوف المثال. أنا بقول له واي هي عبارة عن ليست بالشكل ده، وبقول له راندوم دوت تشويس، لأن الأمر تشويس اللي هو هيختار رقم عشوائي من ليست موجود داخل الدالة اللي اسمها راندوم اللي هي موجودة داخل المكتبة اللي اسمها نمباي. وبالتالي بقول له راندوم دوت تشويس اوف واي، هيقوم شايل واي وحاطط قيمتها اللي هي الليست بتاعتي. اما اقول له تشويس اوف الليست هيقوم مختار عنصر، في كل مره هيختار عنصر واحد عشوائي من هذه الليست ويحطه داخل المتغير ايه. وبالتالي لما اقول له اعرض لي هيقوم مديني مره 9، كمان مره هيديني اي رقم تاني، ممكن 9 تاني عادي، كمان مره هيديني 9، كمان مره هيديني 6، كمان مرة زي ما هو عايز. هو كل مرة بيختار عنصر واحد عشوائي من الليستة اللي أنا إيه؟ اللي أنا مديها له. ده أنا ممكن كمان أخليه ما يرجعش عنصر واحد، ده أنا ممكن أخليه يرجع لي مجموعة من العناصر. إزاي؟ برضو الأمر بتاعي أو الدالة اسمها تشويس، فهقول له تشويس أوف الليست بتاعتي اللي فيها مجموعة الأرقام أو العناصر اللي أنا عايزه يختار منها، وهقول له سايز بيساوي 5. سايز بيساوي كام؟ سايز بيساوي 5. هنا بقول له هات لي من الليست اللي اسمها واي 5 عناصر عشوائية، 5 عناصر عشوائية، وطبعا احنا عارفين ان الناتج بيرجع فين؟ في مصفوفة لها بعد واحد صف في كذا عمود.
يبقى هو هيروح يختار من واي 5 عناصر عشوائية، كويس، وبالتالي لما اقول له رمي هنا بقى هيرجع لي 5 عناصر بطريقة عشوائية مش عنصر واحد، ومع كل مرة هرن فيها هيغير العناصر اللي هي الراجعة عندي في المصفوفة. هو هنا اداني مصفوفة فيها 5 عناصر عشوائية زي ما احنا شايفين بالشكل ده، لان انا قلت له تشويس اوف ايه وفي الليست بتاعتي، وقلت له انا عايزك ترجع لي 5 عناصر مش عنصر واحد فقط. طيب عندنا امر تاني اسمه شافل. الامر شافل ده بيعمل ايه؟ الامر شافل بيعمل لي اعادة ترتيب لعناصر الليست بتاعتي بشكل عشوائي. الامر شافل بيعمل ايه؟ بيعمل اعادة ترتيب للليست بتاعتي بشكل ايه؟ بشكل عشوائي. طيب تعالى نشوف الامر ده مع بعض. انا بقول له انا عندي متغير اسمه واي، واي ده عباره عن ليست وفيها مجموعه العناصر اللي انا مديها له دي، كويس جدا، وبنزل تحت بقول له برنت واي، يعني والله اعرض لي عناصر هذه الليست بدون اي تغيير، وقمت نازل تحت قايل له راندوم دوت شافل. يبقى الامر شافل موجود داخل الداله اللي اسمها ايه؟ الداله اللي اسمها راندوم، والداله اللي اسمها راندوم ديت موجوده داخل المكتبه اللي اسمها نمباي، عشان كده استدعيت المكتبه اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها نمباي. لما اقول له شافل اوف الليست ديت ايه اللي هيحصل؟ هيروح يعمل لي اعاده ترتيب لعناصر الليست، هيعمل لي اعاده ترتيب لعناصر الليست اللي اسمها واي بس بطريقه عشوائيه، وبالتالي لما اقول له برنت واي تاني ايه اللي هيحصل؟ في اول مره هيعرض لي عناصر الليست كما هي بدون اي تغيير، لان هو الامر ده في الاول بقول له هو برنت واي، بعد عمليه الشفل هيروح يعمل لي برنت الواي تاني بس بطريقه معدله، عمل لي فيها اعاده ترتيب، عمل شفل قد مؤخر في عناصر الليست بتاعتي يعني ايه بطريقه عشوائيه، وبالتالي برضه لو قلت له اعمل لي ران تاني هيقدم ويأخر فيها بطريقه عشوائيه تانيه، لان هي ايه في الاخير طريقه عشوائيه، مع كل مره هعمل ران هيروح يديني ليست جديده يعني فيها العناصر مرتبه بطريقه ايه؟ مرتبه بطريقه عشوائيه. عندنا برضو اوامر تانية مهمه جدا جدا وبنستخدمها بكثره جدا جدا واحنا شغالين في كل لغات البرمجه. لو انا عايز مصفوفه كلها اصفار او عايز مصفوفه كلها وحايد، انا عندي امر اسمه زيروز وامر تاني اسمه وانز، وامر تاني اسمه ايه؟ اسمه وانز. الامر زيروز يشبه بكتير جدا الامر اللي هو امتي اللي هو كان بيديني مصفوفه فاضيه وابعتها كنت انا بحددها، والامر وانز تعالى نشوف بقى الامر زيروز والامر وانز بيعمل ايه. لما اقول له زيروز، خد بالك زيروز كامر او كداله موجود داخل المكتبة اللي اسمها نمباي، وبالتالي عشان كده استدعيت المكتبة اللي اسمها نمباي، وهنا قلت له زيروز على طول مش محتاج اقول له اسم المكتبة لان انا استدعيت المكتبة بالطريقة اللي هي قدامنا ديت واللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. لما اقول له زيروز اوف 8 دي معناها ايه؟ هنا بقول له اعمل لي مصفوفة في بعد واحد فيها 8 عناصر كلهم اصفار، اعمل لي مصفوفة في بعد واحد فيها 8 عناصر كلهم اصفار، وهنا بقول له وانز اوف 10، كما لو كنت بقول له اعمل لي مصفوفه في بعد واحد فيها 10 عناصر كلهم وحايد، وبالتالي لما اقول له برنت ايه اللي جواها الزيروز وبرنت بي اللي جواها الوانز ايه اللي هيحصل؟ في الاول هيقوم يديني مصفوفه في بعد واحد فيها 8 عناصر كلهم اصفار، والبي مصفوفه في بعد واحد فيها 8 عناصر كلهم ايه؟ كلهم وحايد زي ما احنا شايفين بالشكل ده. طبعا المصفوفات دي لها استخدامات كتير، ان شاء الله هنشوف استخداماتها قدام ونشوف ازاي نغير في محتوى هذه المصفوفات، بدل الزيروز الواحد ممكن ادخل له عناصر تانية.